عندي نقص فيتامينات. أي فيتامينات عندك ناقص فيها؟ عندي فقر دم. تمام. أوكي أنا أقول لك بالتفصيل، أنا عاني من فقر دم ونقص في الحديد لأنه ما أكل خضار أبداً، ما بحبش الخضار عامة أو القطنيات ما بأكلهمش بعد يعني، وهالأيام عندي ضغط شوي فما بأكلش أبداً، إذا فطرت ما بأكلش طول اليوم يعني الشهية عندي أنا كلي مشاكل. يعني بصي، اقدر الخص لك المشكله اللي موجوده عندك. هي في مشكله ان انا عندي فقر دم، وكنتيجه لفقر الدم ده انا عندي مشاكل صحيه في النحافه، ان انا نحيفه شويه، وزني مش مظبوط شويه، محتاج ان انا ازود وزني شويه كنتيجه للانيميا اللي موجوده عندي. هل بتاخدي ادويه زي مثلا اقراص الحديد او الفوليك اسيد او فيتامين بي 12 او اشياء من هذا القبيل؟ كنت باخد ايباني على شكل دم بشربهم عشان نقص الحديد وفقر الدم. يعني انت كنت بتاخدي دواء شرب حديد، وايه تاني؟ وكنت باخد بس كلهم تبع فقر الدم بس. تمام. بص، طب انا هقول لك، انا دلوقتي هلخص لك موضوع فقر الدم ده. مش هي طبعا الانيميا اللي موجوده عندنا هي انيميا بسبب نقص الحديد، صح كده؟ تمام. بص، ما بيجي لي مثلا ليكون شخص في العياده، اغلب الاعراض اللي بتبقى موجوده مثلا لشخص عنده الانيميا، الصداع المستمر، الارهاق المستمر، الدوخه بشكل عام، اول ما بيجي لي بنطلب منه بيجي لي بنطلب منه تحليل صوره دم كامله، يطلع النتيجه بتاعتها مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. وكنتيجه للمايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، كان النتيجه بنشوف الهيموجلوبين بتاعنا قد ايه، وكنتيجه للهيموجلوبين بنحدد الجرعات اللي بناخدها من اقراص الحديد مع فيتامين بي 12 مع الفوليك اسيد. خلاص، العلاج الدوائي ده معروف، اللي هو فيتامين بي 12 مع اقراص الحديد مع الفوليك اسيد. ده المفترض لو اي حد عنده انيميا، دي له الجرعات العلاجيه اللي بياخدها منه. تمام، خدنا الادويه. مع الادويه بنركز على الاغذيه اللي بتحتوي على عنصر الحديد. طب يا دكتور احمد، الاغذيه اللي بتحتوي على عنصر الحديد المفروض ندخلها ضمن النظام الغذائي علشان نعالج مشكله الانيميا وبشكل سريع؟ بنقول اول حاجه بنتكلم فيها من اكثر المصادر اللي بتحتوي على عنصر الحديد، الخضروات الورقيه الخضراء. الخضروات الورقيه الخضراء زي ايه مثلا؟ السبانخ، الكرنب، الهندباء. السبانخ، الكرنب، الهندباء، دول يعتبر افضل 3 مصادر بنتكلم بنقول عليهم. يعني من ضمن الحاجات الـ يعني من ضمن الحاجات الجيدة اللي بتحتوي على عنصر الحديد. طب ايه تاني مثلا؟ وليكن ممكن نقول مثلا نقول اللحوم والدواجن. اللحوم والدواجن بشكل عام بنلاقي فيها الحديد، فمحتاجين ان احنا مثلا وليكن برضو ندخل ضمن النظام الغذائي حاجات يبقى فيها البروتينات بشكل عام علشان ناخد عنصر الحديد من خلالها. ممكن مثلا الكبدة، الكلاوي ايضا، البتنجان، العسل الاسود، اللحمة الحمراء، التين المجفف، التمر. كل هذه الاشياء نقدر نقول عليها ديت اغذيه المفروض تبقى موجوده عندك بشكل يومي. هتقول لي والله يا دكتور انا اصلا نفسي مش مقفوله. لو احنا عندنا فقدان في الشهيه لو احنا عندنا فقدان في الشهيه، فممكن فقدان الشهيه دي يكون سببها دي ممكن يكون سببها مثلا مشاكل، مثلا ان احنا عندنا مثلا وليكن ديدان في الامعاء.